غيرال زوجي البنتي مالات وليدي جواد والعقوبة العام الجاي إن شاء الله بلا ما ننسوا كل عائلتي بشروق. عيد مبارك لكل عائلتي الصغيرة، الأم والأب، أخوي الكبير نور الدين، حسان والأخت ولادها وانيس وماريا زوجة الأخ وعماتي. أتمنى لكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك عيدا سعيدا وكل عام وأنتم بخير، كما أوجه تحية إلى جميع عمال وزملائي بمجمع الشروق وكذلك إلى عائلة الكريمة وكل أفراد العائلة وكذلك سكان ولاية باتنا خصوصا بهذه المناسبة الطيبة. أتمنى لكم أيضا تقبل الأعمال. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أهدي تهاني العيد لجميع الأمة الإسلامية والعربية وأيضا إلى جميع عمال مجمع قناة الشروق، كما أهدي تهاني العيد لعائلتي الصغيرة والكبيرة وعائلتي عائلة دميش، وبلا ما ننسى يما وبابا نقول لهم باللي نحبكم بزاف وربي يحفظكم لي إن شاء الله. وعيد مبارك لإخواتي الصغار والكبار عليا، ووالد وصال ريتاج وهودة ونريمان، وأيضا ما ننساش أولاد أختي قامر ومحمد. وعيد مبارك أيضا لجميع أصدقائي عبد القادر بو عمرة، عماد بو كتاب، بلال بن صالح. صح عيدكم بيان سور، نبداو بالزملاء كامل تاع قناة الشروق، عيد مبارك كل عام والجميع بألف خير إن شاء الله. صح عيد بيان سور، نبدا بعائلتي العائلة الصغيرة والعائلة الكبيرة إن شاء الله كامل، لا فامي بوه الروين كانوا، عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير إن شاء الله، لا فامي خوني كذلك. نتمنى عيد سعيد للعائلة الكريمة كاملة، من يعرف لا فامي بوه الرو، عيد سعيد كل عام هو بألف خير إن شاء الله. تحية بيان سور للوالدة الكريمة ربي يحفظها وكل عام وهي معنا إن شاء الله، وصحة عيدها إن شاء الله. صحة عيدكم الكامل للأمة الإسلامية وإلى الشعب الجزائري. أهدي تحياتي إلى أمي العزيزة وإلى أبي الغالي، كما أهدي إلى إخوتي هالة، نجاة ورضوان، وكما أهدي تحية عيد أضحى لجدتي العزيزة، وإلى خالي سعيد أقول له شفاك الله، وإلى عائلة زروقي كاملا. صباحكم سعيد، عيدكم مبارك إن شاء الله ينعاد عليكم الصحة والعافية والخير.